دور الحوار. كل من لم يقبل ولا يقبل أساس الشرعية وحكم الله وهو دستور مصر 2014، لأن من يرفض شرعية الدستور هو انقلابي ويريد أن يقلب نظامه. والحوار كما عبر السيد الرئيس هو حوار وليس قتال، والنزل القاتل ليس له مكان في الحوار، والمنقلب ليس له مكان في دولة تقوم بالحوار المحسن. هذا هو المستثمر. مرة أخرى، المستثنى من الحوار بقرار بالإجماع من مجلس الأمناء، كل من مارس أو حرض أو هدد أو اشترك في أعمال عنف وقتل، وبالأخص جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وأيضا كل من لا يوافق على دستور البلاد أو يشكك فيه ولا يرى فيه أساسا للشرعية والحكم فهو أيضا مستبعد. فمن يقاتل يقتل ليس له مكان على مائدة الحوار، فبما يحمله من سلاح ورغبة في القتل لا يمكن اقتراره. وأن يريد أن يرفض الدستور هو يريد أن ينقلب أصلا على الأرض، وبالتالي أيضا ليس له مكان في ساحة الحوار.